ورسالتنا للدول الحرة في العالم كانت أساسية لأيضا التعبير عن استقلالنا وعن هويتنا وعن معاناتنا التاريخية وحقنا في تقرير المصير وفي العدالة. واليوم نحن نستخدم اللغة نفسها لدعم الاعتراف بفلسطين كدولة، ونحن نقوم بهذا العمل لأننا نؤمن بالحرية وبالعدالة. أعلن لكم بعد الاتفاق مع الحزبين في الحكومة وبأغلبية رغبة الشعب الإسباني، سنعترف بالدولة الفلسطينية. حان الوقت حتى نؤكد بأكثر قوة إعلان سياسة خارجية تحترم القانون الدولي في فلسطين. بلادي ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من 28 من مايو الجاري. الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية.